بص يا جماعه، دايما كده نوره، ايه الواحد لما يكون يعني متضايق، غضبان، جواه طاقه عايز يخرجها ومش عارف يخرجها، يعمل ايه؟ دايما كده الواحد بيبقى في الوقت ده عنده توتر زياده شويتين ثلاثه. اي حد ممكن يفكر يقول لك ايه، انا ممكن اخرج التوتر ده مثلا ان انا اروح اسافر اقعد قدام بحر. حد تاني يقول لك انا ممكن اعمل حاجه بحبها، العب رياضه. كل واحد على حسب طبعا ميوله اللي ممكن يعمله علشان خاطر ينفس عن نفسه ويخرج التوتر والضغط الداخلي اللي جواه. لكن بقى ايسلندا قررت تعمل حاجة مختلفة جدا لكل المتوترين ولكل المضغوطين ولكل واحد حاسس بطاقة سلبية جواه. هيعمل ايه؟ عملهم خط ساخن ليهم هم، او يعني خط كده فيه تسيب حاجة، عبارة عن ايه بقى؟ تسيب صويت وتسيب الصراخ بتاعك الداخلي وتقعد تزعق بشكل كبير جدا من خلال الخدمة الصوتية دي انك بتسجلها، وهم المفروض يعني بياخدوا كل الصويت بتاع الناس كلها ويروحوا يفرغوه في مكان. طب انا مش فاهم ايه الفكره، بس هي حلوه. هي الفكره كلها ان انت بتخرج الطاقه السلبيه اللي جواك. في ناس كتير وقت فعلا ما بتكون متوتره بتبقى عايزه تزعق، هي لو ما قدامهاش حد تزعق بتبقى عايزه تصوت وخلاص. فهو الفكره كلها انه مجلس السياحه الايسلندي عمل زي ويب سايت او موقع الكتروني، وبيخلوا الناس زي ما كان بيقول فاروق ان هم يصوتوا في فويس نوت ويبعتوا الفويس نوت دي على الويب سايت، وبعد كده بيزعوها في مكان نائي او مكان فاضي ويطلعوا كل الطاقه السلبيه اللي عند كل الناس. هم كمان حطوا زي جمله كده تشجع الناس انها تبعت لهم الصويت بتاعها. حسنا انا مستغربه ان هو لازم اصرخ في الموضوع. بالظبط. هو بس الاغرب يا نوره في ايه؟ الاغرب ان هم بياخدوا التسجيلات دي كلها ويروحوا يفرغوها في مكان فاضي. طب ايه الفايده؟ مين اللي هيسمعها يعني؟ ممكن انا اللي عايز اروح المكان ده وازعق، عارفه الجو ده؟ ممكن صدى الصوت او فكره. هو على فكره مش شرط ان انا اسمعها، هو ان انا طلعت حاجه من جوايا، ده بيكون احساس حلو. اقول لك على حاجه، انت ساعات مثلا بتسمع اغنيه وحاطط مثلا سماعات في ودنك او حاجه، فبتبتدي ان انت اول ما تندمج معاها كده تبتدي تغني بصوت عالي صوت عالي صوت عالي، بعد ما بتخلص انت مش سامع نفسك وانت بتغني، ولكن بتحس ان انت مبسوط. بالظبط كده. هي بص في الاخر هي حاجه بنفرغ بيها الطاقه السلبيه اللي جوانا او غضبنا او ايا كان الموضوع ماشي ازاي. هم حبوا ان هم يعني يخلوا جزء من الناس اللي ممكن تعبانه شويه ان هي ايه يعني تبقى مرتاحه شويتين ثلاثه من خلال الموقع الالكتروني طبعا، ان هم ممكن بيسجلوا التسجيلات دي ويسيبوها.